الترند التاني هتكلم على ميتشو والتغيير اللي عمله في شكل نادي الزمالك قدام جنراسيون فوت بطل السنغال. مباراة محدش كان يتوقع نادي الزمالك ممكن يخسر قدام فريق يعني صغيرين في السن جدا. لعيبة جنراسيون فوت هم اصلا اكاديمية, كان صعب ان الفريق ده يقدر حتى يتعادل في وجهة نظري مع نادي الزمالك. ولكن في بعض الامور اللي حدثت خلتنا نشوف نادي الزمالك مختلف عن الشكل اللي شفنا عليه الفريق في السيمي فاينل والفاينل لكاس مصر قدام نادي الاتحاد ونادي بيراميدز على الترتيب. طيب ميتشو ايه اللي حصل, ايه الشكل الجديد اللي قدمه قدام جنراسيون فوت بسبب اصابات او بسبب بعض التغييرات الفنيه؟ يعني مثلا طبعا اول حاجه هتكلم عليها هو تغيير محمد عواد. مهم جدا يا جماعه ان احنا نعرف مركز حراسه المرمى. انا من معارضي انك تلعب بحارس في بطوله وحارس تاني في بطوله تانية. ده من وجهه نظري اكتر حاجه تبقى سلبيه للحارسين, انك بتعمل جاب ما بين الاثنين. ربما في مدربين بيفضلوا هذا الامر من نوع انك بتخلي فيه حارس عندك دايما بيلعب وبيشارك, لكن انا بشوف ان ده بيخل بالمركز ده اللي دايما بيبقى عايز استقرار ما بين حارس المرمى والمدافعين. انا بشوف ده شيء مهم جدا جدا. صعب جدا انك تقعد تغير ما بين اثنين حراس على بطولات مختلفة او على بطولتين مختلفتين. اكيد هتدفع ثمن ده في عدم الاستقرار للحارس, لان ده بتحتاج الحارس ياخد خبرة كتير وكمان يتعود على اسلوب لعب الاثنين المساكين اللي قدامه. فانا بشوف اذا كان التغيير هو فني وتكتيك بالدرجة الاولى اكتر منه اصابة لمحمد عواد او انك بتريحه عشان خاطر ماتش السوبر. حاجة تانية طبعا شفناها في تغييرات نادي الزمالك عن الشكل اللي شفناه قدام بيراميدز ونادي الاتحاد هو خروج طبعا بن شرقي طبعا حسب ما اتقال ان هو تعرض لنزلة معوية قبل المباراة وبالتالي ما قدرش يشارك, وبالتالي دخل اوباما هو البلاي ميكر. لكن مش دي النقطة المهمة في اللي عملت أزمة في الفريق, ولكن النقطة بقى المهمة اللي هي دخول لما أوباما دخل كبلاي ميكر, مين بقى هيحل محله كوينجر؟ عبد الله جمعة اللي احنا متعودين عليه دايما كباك شمال ويقدم مستوى رائع وأثبت نفسه في مركز الباك الشمال, دخل يرجع يلعب كوينجر زي ما كان بيلعب زمان أول ما جه نادي الزمالك لما انتقل من إنبي, وفي بدايته مع نادي الزمالك لعب كوينجر, بعد كده تم تحويله لباك شمال. انا بشوف عبد الله جمعه دي واحده من التغييرات الخطيره لميتشو مع الفريق, انه يبدا يرجع عبد الله جمعه ليه عشان يسيب مساحه لمحمد عبد الشافي طبعا اللي راجع من السعوديه, اسم كبير. عبد الشافي لعيب دولي اسم كبير جدا جدا في مركز الباك الشمال في الكره المصريه في السنوات الاخيره, فبالتالي هو عايز يلعبه. طيب لو عم عبد الشافي يلعب باك شمال عبد الله جمعه يروح فين؟ فانا لازم الاقي له مركز جديد. طيب هل احنا شفنا بقى عبد الله جمعه بيقدم نفس المستوى كوينجر زي ما قدمه كباك شمال؟ لغايه دلوقتي اشوف لا. عبد الله جمعه قعد فتره فهم وحفظ واجبات الباك عشان تبدا تحوله وتعتمد عليه كلعيب واجباته الهجوميه اكتر من واجباته الدفاعيه. ده امر خطر جدا جدا وممكن يهز صوره اللاعب قدام الجمهور, وصوره اللاعب لو اتهزت قدام الجمهور ممكن تأثر على معنوياته وأدائه داخل الملعب. فدي نقطة مهمة جدا جدا لازم ميتشو يخلي باله منها. هل فعلا انت في الفترة الجاية هتستغنى عن عبدالله جمعة كباك شمال وتثبت عبد الشافي الأكثر خبرة؟ ربما عبد الشافي أكثر خبرة ولكن بدنيا ما يقدرش يؤدي نفس المجهود اللي بيقدمه عبدالله جمعة. وحاجة تانية, عبد الشافي وهو باك شمال هل بيقدم نفس الدور الهجومي اللي بيقدمه عبد الله جمعه لما بياخد واجبات ويطير للامام؟ دي برضو انا اعتقد عبد الله جمعه هياخد فيها درجه اكتر من عبد الشافي. وفوق كل ده, هل النهارده فعلا ميتشو شايف انه ممكن يخسر عبد الله جمعه نفسيا قدام الجمهور ودعما لو عبد الله كوينجر ما قدمش نفس الاداء او نفس المستوى اللي كان بيقدمه كباك شمال؟ فدي نقطه اكيد مباراه جنراسيون فوت الاخيره وضحتها في الفريق. طبعا التغيير الثاني اللي شفناه هو طبعا خروج لما طبعا شيكابالا ما انضمش للقائمه المسافره للسنغال وحل بداله محمد عنتر. وببساطه طبعا محمد عنتر لاعب مجتهد وكل شيء, ولكن فارق المستوى وفارق المهارات الفرديه بعيدا عن تنفيذ الواجبات الفنيه داخل الملعب او الموكله ليك من المدير الفني, دي حاجه. لكن فارق المهاره ما بين الاثنين طبعا شفناه. محمد عنتر صعب جدا جدا انه يقدم نص اللي بيقدمه شيكابالا. انا ما اقدرش بصراحه اظلمه حتى في المقارنه دي. محمد عنتر لعيب متوسط, لعيب جيد, لكن بصراحه فارق جدا لما نقول الرايت وينج لنادي الزمالك هو شيكابالا والرايت وينج هو محمد عنتر. هو قدم ما يمكن تقديمه لكن دوره الدفاعي كان سيء جدا, ما قدرش يلينك مع حمدي
النقاز وشوفنا بيتلعب عليه، يعني الجبهه دي اتلعب عليها كتير قوي في مباراه، ولاعيبه جوناسيون فوت قدروا نعملوا جبهه كبيره على الجبهه اليمنى لنادي الزمالك، وحتى الهدف الثاني برضو ربما يكون كان بسبب مشكله في الجبهه دي. واعتقد زي ما كنا دايما بتكلم ايام ما كان الكابتن ايهاب جلال مدير فني نادي الزمالك، في نوعيه لعيبه جيده في الدوري ولكن ما تصلحش انها تلعب لنادي الزمالك او حتى النادي الاهلي، انك في الاهلي والزمالك بتستنى نوعيه لعيبه معينه، مهارات فرديه معينه. اول ما بتغير المهاره دي وتجيب لعيبه كويسه مع انديه في منتصف الجدول، لا مش ده نوعيه اللعيبه اللي انت بتنتظرها في نادي الزمالك. في الفتره كان فيها عنتر ومدبولي ومتولي، يعني الفتره دي كان نادي الزمالك بيعاني من انصاف المواهب في الفريق. لما شفنا نوعيه بقى تانيه بتخش الفريق زي حمدي النقاز، زي فرجاني ساسي، عبد الله جمعه، شيكابالا بيرجع، عمر السعيد، مصطفى محمد، النوعيه دي هي فعلا بتخليك تشوف فريق نادي الزمالك مختلف. وكل ده واحنا ما اتكلمناش على المدير الفني جيد او مش جيد. وبالتالي تاني بشوف محمد عنتر ربما يكون مشاركته بعد كده مع الزمالك هتعمل للفريق مشاكل كبيره، لان المهاره اللي انت بتنتظرها منه او الواجبات اللي بتنتظرها منه مش هي نفس الاداء اللي انت ممكن تتخيله تاخده من شيكابالا او نجم او بن شرقي. المباراه طبعا نادي الزمالك اتغلب 2-1، ولكن لسه ما زالت النتيجه في المقدور لتعويضها. طبعا نادي الزمالك يحتاج بس هدف في مباراه العوده عشان يتاهل ان شاء الله لدور المجموعات. وطبعا ربما يكون في بعض الاقوال تقول ان ميتشو كان بيحاول يريح اللعيبه او يستغل الاصابات، ما يدوس على اللعيبه مثلا بن شرقي، ممكن مثلا اصابته ممكن تخليه يلعب نص ساعه او 60 دقيقه، لكن هو فضل الراحه الكامله عشان ما يجهدوش قبل مباراه قويه قدام الاهلي في السوبر. ولكن الحقيقه اللي انا شفتها في مباراه جيناسيون فوت ما تحاولش تغير في الفريق كتير. مركز حراسه المرمى في وجهه نظري ما تحاولش تغيره كتير، هياثر عليك. وفي نفس الوقت لازم فعلا تقول لنا قرارك النهائي في عبد الله جمعه. عبد الله جمعه مع ميتشو هيلعب ليفت باك ولا هتدخله كوينجر، سواء لعبته كجناح هجومي ايمن او ايسر؟ دي نقطه انت هتتحاسب عليها، والكل هيفتكر دايما هيعمل مقارنه ما بين عبد الله جمعه لما كان هو نجم الشباك الاول في مركز الباك الشمال، ولما انت حولته ورجعته تاني كجناح هجومي.